السلام عليكم الإخوان المواطنين المغاربة، شوفوا هذا التعدد ديال هاد المقاولين هادو، لا حول ولا قوة إلا بالله. الدار كاينة في تازة عند واحد الصديق ديالي، جيت عنده على غفلة هو يعاود ليا وراني هاد الدار هادي، ما عمري شفت هاد الشيء بحال هاد الشيء هذا، والحشومة وعيب وعار. هاد الناس هادو كيتعداو على الناس. هاد الدار محسوبة شحال؟ محسوبة 30 مليون عباد الله. شوفوا شوفوا عباد الله، شوفوا عباد الله 30 مليون، شوف شوفوا عباد الله 30 مليون كي دايره. شوف شوفوا شوفوا ما في هادو، ما في العقارات الحقيقيين هما. انتم عباد الله باقي ما تفاهموا معاهم والو، ما عطاهم حتى شي حاجه، قال لك غادي يجيو يصلحوا لهم. اش غيصلح له؟ غيقتلو. هذا تيقلب يقتل العائلات المغربيه. هذا المقاول كاين في تازه، هذا خاصو واحد المحاكمة في إطار التعدد على المواطنين